وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويل. آثار للأعمال التاريخية. وثيقة بريطانية صادرة في سنة 1944 تتكلم عن أمة عمرها 45 سنة. انتقلت هذه الأمة من اليمن كما تقول هي إلى إحدى دول الخليج، وبيعت على رجل خليجي. قام هذا الرجل الخليجي بإكرامها في بداية الأمر. انتقلت بعد ذلك إلى بيت الزوجية، تزوجت من رجل اسمه فرج بن هادي. فرج بن هادي فر من سيده إلى دولة خليجية أخرى وعمل في سلك الشرطة في تلك الدولة، ثم لحقت هذه المرأة بزوجها. تخبر هي هذه في الرسالة التي أرسلتها إلى المعتمدية البريطانية في البحرين أنها تعيش مع زوجها الآن في البحرين، إلا أن ولديها ما زالا موجودين في تلك الدولة الخليجية، فتطلب من المعتمد البريطاني أن يرأف بحالها وأن ينقل ولديها إليها في البحرين. هذه قصة مؤلمة جدا لأسرة عانت من التفكك، انتقلت من اليمن إلى هذه الدولة الخليجية إلى البحرين أخيرا، ثم افترقت هذه المرأة مع زوجها عن ولديهم. صورة من إحدى مئات أو آلاف الصور لمن كانوا يسمون جورا بالعبيد في الخليج، والذين كانوا يباعون في أسواق النخاسة في بعض الدول الخليجية ويتنقلون من مكان إلى آخر. طبعا هناك صور مشرقة، هناك معاملة حسنة موجودة عند الكثير من الخليجيين مع أولئك العبيد، لكن هناك صورة مفجعة محزنة لأولئك العبيد، هي التي أدت إلى أن تسن بريطانيا في ذلك الوقت في سنة 1945 وقبلها وبعدها قانونا يحظر على الخليجيين وغير الخليجيين ما يسمى بأسواق النخاسة أو أسواق العبيد التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وأطلقت الحرية لكل عبد أن يريد الحرية أن يترك سيده وأن يحصل على كتاب بالحرية ومخاطبة السيد في أن يدفع له المال وأن يترك له هذا الأمر. العبيد الموجودون في الخليج في حقيقة أمرهم أحرار استعبدوا. كان الخليج تحت الانتداب الإنجليزي يعاني من تجارة العبيد، وكانت بريطانيا مترددة بالإلغاء السريع والفوري للرق، كما كان من الضروري الاحتفاظ بعلاقات طيبة مع الأسر الحاكمة إن أرادت الاستمرار بهيمنتها على المنطقة. ومع ذلك عقدت اتفاقيات مع حكام وأمراء الخليج لمنع هذه التجارة، ومنحت هذه الاتفاقيات بريطانيا الحق في مراقبة طرق الملاحة وتفتيش القوارب التي تحمل العبيد. وقد اعتبرت النخبة في المنطقة أن محاربة الإنجليز لتجارة العبيد كان لخدمة مصالحها الاستعمارية وتحويل الخليج إلى بحيرة بريطانية صرفة، وهذه السياسة مردها إلى غرورها بتفوقها العنصري وانتداب نفسها لنشر الحضارة ونقلها إلى العالم المتخلف. اطلعت على بعض الوثائق الموجودة في الكويت ما بعد الاستقلال، يعني بعد سنة 1961 في الستينات والسبعينات، مستندات رسمية لبعض الكويتيين مكتوب فيها هكذا: فلان فلان تابع فلان الفلاني. تابع هنا بمعنى العبد، لكن العبارة فيها نوع من اللطف، فهنا حرج اجتماعي. تخيلوا لما واحد يراجع دائرة حكومية ومكتوب في بطاقته تابع فلان الفلاني، أو يسافر مكتوب في جوازه تابع فلان الفلاني. إلى أن قام مجلس الأمة الكويتي في سنة 1981 بعد استشارة حاكم الكويت السابق الشيخ جابر الأحمد رحمه الله تعالى في ضرورة أن يسن تشريع فتزال هذه الكلمة، وبالفعل وهذا من باب الإنسانية أزيل كلمة تابع وبقي الاسم بلا تابع. فتجد مثلا فلان اسمه بلال سعد، بدل تابع مثلا الفلاني
صار بلال سعد الفلاني مباشرة، والناس يعرفون بعضهم بعضا، والناس يعرفوا بعضهم بعضا. هذا جزء من إبطال العبودية التي سعت فيها بريطانيا منذ الثلاثينات الميلادية. فالرق كان موجودا في دول الخليج، لكن أبطل في البحرين في سنة 37، أبطل في الكويت وقطر في سنة 52، أبطل في السعودية في سنة 62، أبطل في الإمارات في سنة 63، أبطل في عمان في سنة 71، أبطل رسميا. لكن هناك بعض العبيد ما زالوا موجودين في قصور بعض الأمراء والوجهاء، ممن لا يرون غضاضة في أن يكونوا تبعا لهم، وإن كان في حقيقة أمرهم أنهم ليسوا بعبيد، لكنهم أحرارا استعبدوا، خطفوا من أهاليهم، خطفوا من بلاد إفريقيا أو غيرها، وجيء بهم إلى أسواق النخاسة في مكة وفي عمان وفي غيرها مما عرف في دول الخليج سابقا. وليس معنى كلامي هذا أن كل عبد أو أمة موجود في بعض الأسر الخليجية أنه يعاني من الاضطهاد، أبدا. كثير من هؤلاء ممن يسمون تجوزا بالعبيد يعيشون كما يعيش الأحرار تماما، كما يعيش كما نقول في اللهجة الخليجية مثل ما يعيشون معازيبهم تماما، لهم الحشمة والتقدير والمحبة والإكرام. بل إنه من لطيف ما رأيت أن إحدى الجواري السود اسمها مرزوقة، مرزوقة هذه قاعدة عند معزبها ومعازيبها أولعوا بالعمل الخيري، أولعوا بالوقف الذي كان سائدا في الكويت في العشرينات الميلادية. وهذه في الاصطلاح الشرعي ليس لها مال، لا تملك مالا، لكن سيدها أراد أن يكافئها أو عمها فأعطاها مبلغ من المال. فوجدت وثيقة فيها وقف لمرزوقة. مرزوقة هذه أمة وهي لا تملك مالا في الشرع، لكن سيدها طيب خاطرها فملكها شيئا، فقامت مرزوقة هذه ووقفت وجعلت وقفا. ما زال هذا الوقف إلى يومنا هذا يدر خيرا، وثوابه في أجر ميزان مرزوقة وفي ميزان معزبها. العبيد في الخليج أسهموا في بناء المنطقة وتأمين أوضاعها الاقتصادية، والتي أتاحت العيش الكريم لكل السكان. وليس من المعيب إلقاء الضوء على هذا التاريخ، بل من الضروري إنارة تلك الفترة للتصالح معها وعدم إنكارها. وثيقة بريطانية تتكلم عن اتهام الشيخ محمد بن جاسم بن ثاني رحمه الله تعالى بأنه يسيء معاملة العبيد، فهل تصح هذه التهمة؟ الشيخ محمد بن جاسم بن ثاني رحمه الله وذريته اليوم موجودة في منطقة التي تعرف بمصلال محمد في قطر، بيّن بطلان هذه التهمة، وأن الذين يوجدون عنده في البيت ليسوا عبيدا في حقيقة الأمر، قال هذيل عيالنا وربوا معانا. الذي كان يصنعه الشيخ محمد بن جاسم بن ثاني مع هؤلاء العبيد وغيرهم أنه كان يعاملهم بالحسنى ويزوج بعضهم من بعض ويكونون من خاصته في مجالسه في سفره في حله في ترحاله. فليس كل العبيد الموجودين الآن في البيوت الخليجية كانوا يعاملون معاملة سيئة، بل كانوا يعاملون معاملة طيبة. ونفس هذه التهمة وجهت للشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رحمه الله في الوكرة، وبين أن هذا اتهام باطل، وأن حقيقة الأمر أن هؤلاء من عيالنا اللي نعاملهم بالحسنى وربوا معانا. الشيخ أيضا حمد بن عبد الله آل ثاني رحمه الله الذي كان نائب والده وكان من كبار أهل قطر وكان عنده جماعة من العبيد واتهم بطلانا بأنه يعاملهم معاملة سيئة، أيضا لما تأكد الإنجليز تبين أن هذا الأمر خلاف الصحيح. من يقرأ في سير بعض أولئك العبيد الذين جاءوا إلى الخليج يجد أن بعضهم، وأنا الآن أذكر من غير أن أسمي، وأكيد من يعرف في بلاده يعرف هذا الأمر، بعض هؤلاء تولوا مناصب رفيعة، تخيلوا رئيس شرطة، وبعض هؤلاء كانوا بيدهم الحل والعقد. ولا يغيب عنا الكثير من الشخصيات، منهم على سبيل المثال عنبر، وهذا الرجل عنبر معروف في الكويت في أيام حكم الشيخ عبد الله بن صباح، كان له الشأن والقوة والجاه، من الذي أكسبه سوى المعاملة الحسنة؟ وقد تكلمت لكم عن كثير من هؤلاء العبيد والإماء الجواري كنا يتصدقن بحسن معاملة سيدهن،
وقد أدركت بعضهم كيف أنه يحب هذا الرجل ولا يسميه بسيدي، هذه الكلمة غير موجودة عندنا، وإنما يسميه بعمي، وهذه التسمية دارجة. أنا الآن حتى أي رجل كبير في السن يقول له عمي فلان وعمي، هذه هي التسمية الدارجة. فليس كل عبد موجود في دول الخليج يعامل معاملة سيئة مع رفضنا لمسمى العبودية الموجود في الخليج، وأن كل هؤلاء تقريبا الموجودين في الخليج في حقيقة أمرهم أنهم أحرار استعبدوا، خطفوا من أهليهم وذويهم في أي مكان، وبيعوا في أسواق النخاسة في الخليج وفي غيرها من أنحاء العالم، كانت ثقافة سائدة في العديد من أنحاء المعمورة للأسف. بسم الله الرحمن الرحيم. رغبة في الوصول إلى مساحة جغرافية واسعة وتسهيلا على القراء، فقد قمت بإنشاء متجر إلكتروني لبيع كتبي القديمة والحديثة بنسخ إلكترونية فقط. يمكن الاشتراك في المتجر والدفع فيه بكل سهولة والحصول على نسخة إلكترونية.